إطار مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، وعلى إثر معلومات واردة بأفراد فصيلة الأبحاث مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات بالمنطقة الشرقية للولاية، خاصة بلدية أعفير، وعليه تم وضع خطة محكمة لتوقيف هذه العصابة. بعد الاستغلال الأمثل للمعلومات الواردة، تمت عملية مداهمة أفراد العصابة، حيث تم توقيف 3 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المخدرات قدرها 2 كيلوغرام و45 غرام وسيارتين كانت تستعمل في عملية الترويج. مواصلة لعملية البحث والتحري في هذه القضية، مكن من توقيف 6 أشخاص وحجز كمية أخرى قدرها 245 غرام من المخدرات و3 سيارات أخرى تستعمل من طرف أفراد العصابة في نقل وترويج المخدرات، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 23.6 مليون. سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.